قابلت كيما هكا ديما تلعب على جزئيات صغيره مثلا مخلفات كورنرات اشياء كيما هكا من الفرق زوز فرق معناتها من احسن فرق التونسيه وكل فريق معناتها خاصه النجم الساحلي يمكن مثبت بالانتصار لانه حب يخرج من الازمه اللي فيها يقول لك باش نخرج من الازمه فيها كيف نتفرع على فريق كبير كيما ترش نفس الشيء احنا بالنسبه لنا معناتها ماشي في طريق طيبة كما قال طويلك 7-7 نحاولوا نوصلوا على نفس النسق وبنفس الطريق نحن نقعدوا نحكي وكي ننساو لي هذايا ماتش بتاع كلاسيكو ونجمو نعرفوا عليه حتى شيء نحن نلعبوا باش نجيبوا لي 3 بوان تاعنا كيف كيف النجم الساحلي ان شاء الله نقولوا نحن متفوقين اكثر ان شاء الله نجيبوا ال 3 بوان تاعنا كاينه برشا على الليغ دي شامبيون لازم نتيو الصفحه ونخزروا قدام ياخذوا العبره من ليليميناسيون هذاك اش قاعدين نعملوا قاعدين نخدموا على رواحنا وان شاء الله بشويه بشويه بالماتشات نرجعوا الثقه تاعنا وثقه في الجمهور فينا ان شاء الله الترجي تعيش بالجمهور نتاعها ان شاء الله الماتش هذا على حسب ما في بالي ما تعنيش برشا جمهور ان شاء الله الماتش هذا نعملوا فيه انتصار نهديو الجمهور نتاعنا ان شاء الله باش نمشيو لسوسة حق باش نلعبوا على الربح ان شاء الله بقدر ربي نروحوا بنتيجه ايجابيه وغادي ان شاء الله كيما قلت لك الاصابات والغياب معناتها انا بالنسبه لي وفي حياتي عمري ما قلت لاعب خاطر الفريق ما راحش لاعب مهما ولا يتدربوا المجموعه هذه انا عندي ثقه فيهم ولا باش يعاود ان شاء الله باش يكون في المستوى الغيابات واكد كل لاعب عنده اهميته وعنده قيمته لكن اذا غاب مش ياثر على المجموعه هذه انا نامن كون المجموعه هي افضل من الانديفيدياليتي اذا المجموعه تمشي خاطر صعب باش تلقى فريق ديما متكامل معناتها فما اصابات فما اخصائيات فما انذارات فالمجموعه اللي موجوده نعمل عليها ومتاكد كون تنجم تهنينا. البيريود هذه كلها فرصه باش كما قلت باش نرجعوا الثقه نتاعنا ونرجعوا ثقه جمهورنا فينا. صحيح معناها لا ديفيرونس اللي هي مباراه كلاسيكو مي ديما تقعد 3 بوان على التيران. 3 بوان لازم نحاولوا باش نجيبوهم من سوسة مباراة تقليدية بقدرة ربي إن شاء الله حاضرين كما يلزم وإن شاء الله نهار الماتش نعملوا اللي علينا ونعملوا المستحيل باش نربحوا بريسل تابعي إن شاء الله Orange